هذا سائل يقول: هل يجوز وضع إحداثيات القبر في الأجهزة الحديثة؟ يقول: هل يجوز تحديد القبر بوضع إحداثياته في الأجهزة الحديثة؟ مش الحاجة إلى هذا، هذا إنما يعمل للحاجة، إما لنقل الأموات، وإما مر عليهم طريق، وإما لابد من حاجة، نعم، أو أنهم جاءهم شيء يكدر عليهم من المياه أو ما أشبه ذلك، نعم.